هاد السمانه مطعم الفرحه تاع جومبو راهو في مدينه الجسور المعلقه قسنطينه، دائما مع جمعيه كافي اليتيم اللي نحييوهم. درنا وجبه الافطار فيهم اوردر جاري بوراك وطاجين الكفته. بفضل مجهودات الجمعيه وتضامن نادي المحاميين قدرنا نقوموا بضيوفنا الكرام في اجواء الفرحه اللي يتميز بها سيدنا رمضان. نشكر كامل اللي عاونونا، ونشكركم خاصه انتوما اللي تبعتونا، لانه بفضل وفائكم لجنبو اللي نقدروا نواصلوا هذه المبادره.